صباحكم بخير، كي دايرين؟ مرحبا بكم مره اخرى في قناه جموله كميزين. اليوم جيت نقدم لكم هذا الدسير اللي تيجي خفيف وزوين ومنعش، بوعويد بواحد لاكريم بالياغورت ديال الاناناس ومعاه الجبن، كيجي لذيذ. كنتمنى لكم تجربوه ان شاء الله وتردوا عليا. هنا البنات غادي نعطيكم اش غنحتاجوا لهاد الوصفه ديال الدسير. عندنا واحد الطنجره حطيت فيها نص ديال الماء، طنجره صغيره لان انا عندي هنا غير 6 ديال الاجاصات او البعويدات اللي نقيت وقطعت لهم التحت ديالهم باش يمكن لهم يوقفوا. عندي معلقه ديال القرفه، معلقه ديال الزهر، 70 غرام ديال السكر حبيبات، واحد العود ديال القرفه اللي غنحط في هاد الماء. هادو هما باش غنطيب هاد البعويد. ومن بعد غادي ندير الكريم. هاد لاكريم هي ما فيها يوغورت ديال الاناناس، دانون اناناس، يمكن يكون فيه طروفه ديال الاناناس ماشي مشكل من حيت كلشي غادي نطحنوه من بعد. غادي ديروا معاه يا اما بتي سويس يا اما الجبلي يا اما اي حاجه بغيتوها. انا لقيت هاد اللبنه هادي غنستعملها معاه. هادو البعويد ديالنا بعد ما طاب لينا دغيا، كي حيت هاد البعويد انا اللي شريت ماشي قاصح، حيت كاين بعض البعويد اللي كيكون قاصح كيشد شويه الطياب اكثر. مي هذا دغيا 10 دقائق راه دغيا طاب. غادي درتو في الصفايه هكا وغادي نخليه باش يتسقطر مزيان حتى يبرد شويه، وغادي ندخلو للثلاجه باش يبرد مازال باش يكمل البروديه ديالو. دابا غنوجدو هاد الكريم. غادي ناخدو هاد الياغورت اللي بالاناناس، حيت فيه طريفة ديال الاناناس كيجي زوين ملي كيتطحن، كيعطينا واحد اللوكو زوين. حيت هاد لاكريم خاصها تبرد، إذا غنصوبوها وغنخليوها تبرد على خاطرها بعد ما نتاب لينا البعويد، حتى هو من بعد غنديرو في التلاجة باش يبرد، لأن كوب ستاند صح ولا بدا كيجي زوين إلا كان بارد. هنايا غناخد ثلاثة معلقات ديال هاد الجبنة، بعد نمشي الميكسي وبعدين نرجع معاكم. وها هو الخليط ديالنا ديال يوغورت مع هاد الكريم اللي عطاتنا شتي. غادي نديرها في هذا انا باش من بعد نحطها في الثلاجة نخليها تبرد مزيان. لان اي ديسير بارد الا ما كانش بارد مزيان ما كيعطيش الجو ديالو. دابا غنديرو هنا غيسهل عليا احسن، باش الا بغيت نعلقو فوق نكبو فوق البعويد غيكون عليا ساهل. غادي نديرو دابا في الثلاجه ونخليه يبرد مزيان. نقول لكم شا البنات الريحه اللي عاطيه ديال القرفه مع الزهر، ديجا كتعرفوا القرفه مع الزهر كيعطي واحد الريحه زوينه، عاد مع البعويد هيجي ما شاء الله الريحه ديالو عاطيه غزاله. هاد الديسير هذا البنات هو الشكل النهائي ديال الديسير ديالنا بعد ما برد لينا البعويد، خصو يبرد مزيان لا هو ولا ديك لاصوص اللي صوبنا. كبيت عليه شويه ديال لاكريم ومن بعد زينتو بشويه ديال البيستاش واللوز وبعض الفخويله عندك، الا ما كانش كتخليه غير هكا كيجي حتى هو زوين وكيتقدم بارد كيجي لذيذ ومنعش. وكنتمنى لكم تجربوه